والله قاعدين بلا اكل علي الطلاء بالدين. احجي والله ميتين سرقنا. اقسم بالله العظيم لو كنت تعلم عند اهلي اسراء رحت سرقت له امي وابي ما علمونا على الحرم. دائما دائما هذا 100 ورقه اليوم بنشيل راس عاد بنحطه هذاك، ثاني يوم بنشيل ابو عاد بنحطه عاد وهيك. اسعار رك صلي على الرسول بعرض حريماده ما في حدا بالسوق. اذا بيسالك واحد على كلوي على طحيل بدي بيع طحيل كلوي والله عن جد. من الفقر ليش؟ من الفقر نقطة زيت ما عندي بالدار، نقطة زيت لا عملي ولا هذيك. ايش قد اليوم برأيك المواطن بحاجة لقيمة مصروف لحتى يعيش؟ أقل شيء 50، أقل شيء 50، 50 60 ليرة. عم ناخذ 20 ورا بالنهار من الساعة 8 للساعة 3 العصر. لك يا أخي هلا العالم عايشين مثل ما بيقولوا من قلة الموت، اتركها لربك، يعني شوف في عينك، هاي السوق قدامك، اليوم طلع هيك بالشارع بتقول اليوم نهار جمعة. يعني غير خيو اللي العالم الشغل الضروري ما عم تنزل تاخذ غلا خيو غلا يعني غلا كثير يعني. انا يوميتي 40 ليره على العرباي، انا 40 ورقه ما بتكفيني لا خبز ولا مصروفي الشخصي اليومي، يعني عرفت علي شلون؟ ما بتديني طاول، انا عندي اجار بيت. طيب رايك ايش الحل لهذا الموضوع لهي الاسعار؟ الحل بس يطلعوا رقابي وتفتيش على هذا الشيء، على موضوع الاسعار عند التجار، هذا كله لعبه التجار. تجار مين قصدك؟ تجار الكبير مستلمي، مستلمي هاي المصادر كلها، هي بتحرك هذه الاسعار وبتحرك الدولار، كلها لعبة التجار. تكون رخيص عرفت علي العالم بتشتري ومنبيع اكثر، اما تكون شيء غالي العالم بتستخدمه، يعني بيقول لك في شيء الزم عرفت علي كيف؟ يعني مثل ربطة الخبز كانت حقها 3 ورقات نقصوها صارت رغيفين صار ورقتين ونص، مثل الموز كان حقه 6 ورقات صار هلا ب8 ورقات. لا في لا رقابي ولا شيء، هلا مثلا الموز هذا مستمر انا مسلمك اياه لك، انت بقى هون انت لك بقى المصلحه، فينك وينك ترفعه وفينك تنزله، مثل مستلم السكر مثل مستلم الشاي كلياته حتى رغيف الخبز هلا غلوه. مشان الحركه البيع ومشترى جمود الحمد لله ما في حركه طاوي. طيب رايك هذا الجمود ما هو بسبب غلاء انه الناس ما عاد تشتري؟ لا طبعا في غلاء عنا وهذا هو اسبابه، انه الخلق اللي عم يصير فيه هيك هو الغلاء. لا شو جرة الغاز عدم مؤاخذة 120 ورقة كل شيء غالي عنا، يعني الفقير منين بيجيب اللحمة؟ كيف أسعارها؟ كيف عم تشوف إقبال الناس عليها؟ ما أترك على رباك العالم عم تأخذ بالعشر ورقات وبالخمس ورقات، يعني شيء غالي يا أخي. يوم كيلو خروف 60 ليرة. أنا من الصبح لهلأ بيع كيلو ونص لحمي، صار العصر حيطين كارت كهرباء عدم مؤاخذة، يصير فين كهرباء ويصير فين شناتي وصير في، يعني ما بيطالعون والله ما بيطالعون. هاي لسه ما أخذنا خبز على البيت، بس خبز بعيدك عن العامل والأخ والأخ والأخ. حي الله عامل من عمايش هذا بياخذ مثلا 10-15 أجد أدي تمام. الشاب الزلمي وشوير بفاتح بيت شد ياخذ أكثر من 20 ورقة ما بياخذ، أدي جيب ربطة خبز ربطتين خبز ما بتأدي تمام، شد فيه كام رغيف فيها 6 رغفي، يعني نص واحد بياكلون. المواطنين عم بيشتروا حبيت بطاطا بس ياكلوا وحبيه وحدي. هلا اجى اخا وقال لي بتبيعني تنتين، قلت له ببيعك تنتين لو خسرت حق الكيس. هذا كيس النايلون كان حقه نص فرنك سوري صار حقه ربع ورقه تركي. والله اسعار غالي، بطاطا 4 ورقات، خيار ب5 ورقات، بندوره ب5 ورقات، مين نجيب؟ شوفوا اخذنا هلا بطاطا معفسه بورقتين ونص كيلو كاني عشان تعمل الاولاد. ما في بيع لا في شغل. كنت بالغوطه؟ بالغوطه صار لي 5 سنين محاصره بالغوطه، قصف دمار، بس بدنا نطلع بقى مضرب. جينا لهوني على افظع غلا غلا غلا، كل شيء بنزين غالي، بطاطا غالي، كوسا غالي، كل شيء غالي. مازوت مدربش قد 7-8 ورقات، حطب ورقتين ورقه ونص. عنا اولاد دارنا باجار، ايش عرف اتكل الله احسن شيء. يعني ما عم نستفيد من هالاعلام ومن هالشيء ومن هالثقافه، ما عم نستفيد غير البلاء، عم يزيد البلاء على راسنا. بقى بالنايس اعلام، روحوا ادفنوا هالاعلام وادفنوا هالسياسيين على جنب حطوهم، وما بقى في حاجة مبينة المؤامرة علينا على الشعب على المواطن الفقير. بدكم تنهوا وتقضوا عليه وتخلصونا من على الحياة خلاص. رب العالمين ايش بيقول لك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن ما عم نرحم بعضنا، البلاء عام، اجو عام خالص.